أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى. الدكتور مرسي عاد إلى بيتي في القاهرة الجديدة فوجد تظاهرة كبيرة حسب اليوم السابع، أعداد كبيرة كانت بتنتظره سعيدة بأدائه في قمة عدم الانحياز. الناس بتدور على أي حاجة تبسطها، الناس غلبانة، الناس تعبانة وعايزة تستعيد الثقة وعايزة تحس بأمل، فمتشعبطة في أداء الرئيس الطيب من وجهة نظرهم في قمة عدم الانحياز. الناس مش لاقية مية، المية ملوثة، الناس بتشتكي، الناس تعبانة، إزازة المية الصغيرة بقت ب3 جنيه و4 جنيه، الأحياء الشعبية المية عندها مختلطة بالمجاري، ملفات كثيرة جدا محتاجين نتكلم فيها ومحتاجين نلتفت ليها. الرئيس هو عليه أن يستغل هذه الحالة الإنسانية وحالة الالتفاف دي ويستفيد بيها إنه يساعد الناس، نحل مشاكل الناس، لأن الناس واصلة للآخر، لأن شبابنا رجع تاني يركب مراكب ويموت. الناس بتهرب لحلم والشباب بيهربوا الموت، فدي مسائل مؤلمة جدا محتاجة ان احنا نلحق بسرعة. البلد عايزة حاجة بجد، عايزانا نتحرك بسرعة اكتر علشان نلحق قبل ما يفوت الاوان ونفقد او يضيع مننا كتير. واكتر حاجة ممكن تضيع هي الامل، لو فقدنا الامل او الثقة في البلد دي هتبقى مصيبة. قلت لحضراتكم ان النور قال ان مفيش تنسيق وقال انه هينزل على كل المقاعد ليس له علاقة بالإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية القادمة. اللجنة الوطنية الدائمة للدفاع عن حريات التعبير والإعلام عملت اجتماع مساء أمس، اختارت فيه الكاتب الكبير والروائي المبدع بهاء طاهر رئيسا لها، ومحمد سلموي رئيس اتحاد كتاب مصر منسقا عاما، وزميلنا العزيز يحيى اللاش الكاتب الصحفي متحدثا إعلاميا. اللجنة هتعقد اجتماعين في الشهر بشكل دوري، هتكون إطارا جبهويا يضم كل التشكيلات المعنية للدفاع عن حرية الرؤى والتعبير والإعلام، وهيكون لها موقع على شبكة الإنترنت هيبقى اسمه تعبير.com. هيبدأ العمل باللغة العربية وبعد كده هيشتغل باللغة الإنجليزية والفرنسية. وقال إن اللجنة ستشارك اليوم ده يحيى ألاش اللاش قال هتشارك في الدعوة لفعالية أمام مجلس الشورى يوم الأحد المقبل من الساعة 5 إلى 8 مساء تحت مسمى دستور لكل المصريين للدفاع عن الحريات بشكل عام وحرية الإعلام والتعبير بشكل خاص. السناتور الأمريكي بوب كوركر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي التقى السيد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وقال له أن الولايات المتحدة واثقة في قدرة القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإجرامية وأعمال التهريب وفرض السيطرة على الحدود المصرية الشرقية من خلال العمليات التي تقوم بها. والنهاردة أصيب مجندان مصريان خلال نوبة حراسة على الحدود المصرية الإسرائيلية، الاثنين الأبطال تصديا لمحاولة تهريب عبر الحدود من سيناء إلى إسرائيل، تبادلوا إطلاق النيران فأصيب والمهربين هربوا. الوضع في سيناء ما عدناش بنتكلم عنه كتير، العمليات تبدو أنها أكثر هدوءا الآن. هنطلع فاصل، هسيبكم مع تقرير لجوجل. جوجل عاملة سفراء جدد بيعلموا الشباب في كل مكان. بعدها هرجع استقبل ضيوفي الاعزاء، استاذ احمد اسحاق رئيس لجنه المتابعه النوبيه، الدكتوره منال الطيبي الناشطه الحقوقيه صاحبه كتاب الحقوق النوبيه في ظل القانون الدولي لحقوق الانسان، الاستاذ رامي يحيى الشاعر والناشط النوبي. احلام النوبيين، اكثر من 5 ملايين مواطن يبحثون عن حلم العوده، واتهامات ما بين التدويل والتقسيم وكل اللي بيحلموا بيه بيت وخمسة فدن عشان نشتغل عشان نزرع وناكل بعد ما تهجرنا أكتر من 50 سنة بيعانوا. وها بدأ في أمل بزيارة الرئيس، وإن كان اللي بيحصلوا عليه بيقول لك ده كان كلام النظام السابق مفيش جديد. نلتقي بعد الفصل. دشنت شركة جوجل برنامجها الثاني من مصر لتدريب سفرائها في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحسين قدرات المجتمع الأكاديمي في مجال التكنولوجيا.
برنامج سفراء جوجل هو برنامج شبابي من شركة شبابية لشباب الجامعة. البرنامج عبارة عن توصيل الجامعات في الوطن العربي بشركة جوجل. الطلبة اللي هم سفراء جوجل بيبقوا حلقة الوصل ما بين جامعتهم ما بين بلدهم وما بين جوجل. الهدف هو نقطة اتصال بيننا وبين الجامعة عشان كمان نشوف الجامعات فيها بحث وتطوير عمل ازاي، نشوف احنا نقدر نتعاون مع الجامعات ازاي، وفي المستقبل هم دول اللي هنعينهم في الشركة اما يتخرجوا ان شاء الله. تقدم 700 طالب من 11 دولة للالتحاق بالبرنامج الثاني لسفراء الجامعات، واختير منهم 234 سفيرا ليمثلوا 70 جامعة من مختلف انحاء المنطقة. دي السنة الثانية اللي باجي فيها البروجرام. السنة الأولى قدمت عشان في كان في بروفيسور في الجامعة اللي أنا فيها، جامعة الأخوين بالمغرب، تكلمت لنا على البروجرام وبعتت إيميل لكل الطلبة بالجامعة، وأنا قدمت للبروجرام لأنه I heard many things about it، سمعت حاجات حلوة كتير على البروجرام. يعني إحنا بالتدريب نتعلم كيف إنه إحنا نستفيد حتى نفيد باقي الطلاب، وإن شاء الله يعني في السنوات القادمة إنه بصير كتير عدد الطلاب بيزيد، عشان يعني الشباب هم الأساس في المجتمع العربي، وهم الأكيد اللي هي ينموا ويطوروا في الدول العربية. حاجة شدتني جدا في البروجكت إن إحنا كانوا بينمونا إحنا كأشخاص، كان التركيز إزاي أنا أبقى أحسن، إزاي أعمل برزنتيشن، إزاي أتواصل مع الناس اللي حواليا، إزاي أنا نفسي أبقى شخص أحسن، إزاي أفكر صح. علمونا كمان في البروجكت إن أنا مش مهم أحقق مكسب، قد ما أنا إزاي أفيد الكاستمر اللي عندي أو اليوزر اللي عندي. هدفي إن أنا اليوزر يبقى مستفيد، مش إن أنا أحقق ربح. هم كانوا جايبين هنا السنة اللي فاتت 75 واحد، والسنة دي 200 وشوية. هم جايبينهم مش عشان هم بس يستفادوا، لا، هم جايبينهم يفيدوهم عشان يروحوا بعد كده يفيدوا زملائهم في الجامعة. جوجل بتفيدنا بجد من في جهات كتيرة قوي، بتعلمنا presentation skills، ازاي نبقى مسؤولين عن events، عرفتنا اكتر عن الابليكيشنز بتاعتها، ازاي نستفيد بيها بالeducation، ازاي نفيد بيها الناس اللي معانا في الجامعة. يعد برنامج سفراء الجامعات طريقة مبتكرة تسعى للتفاعل مع الشباب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق أقصى استفادة من لغة العصر وتوفير فرص عمل للشباب. بسنت إبراهيم، ممكن.